كل قولة ينفهم. قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة، لأنك قاضي بلا دراهم ما تقبل شكرى ولا تعمل المزاح. حكمك من مولاي بنصر وعطاك الله من أحكام الجليلة. قال أتي وبكلامك وملازم، واللي عنده شي اخبار غير يعود ويرتاح، واللي ليه الحق ينتصر واللي مغلوب ياك يرضى بالقيلة. ارقوا ولا تايل فهم دخلوا من الداعي بالقاضي شاو صباح. قالوا يا حاكم القدر تحكم بنادنا ولا تعمل حيلة. انتقلت يا الحكم قنانا، انتقلت يا الحكم. قال انا اليوم عاد شرابي مباح، ما نشبه شي حالة الخمر، شربوني جميع الناس تفضيلة. نشفي منه وعلي الساقم، شربي للملاح فيها الراحة والراح، فيها شي ريحة من العطر مع النعناع خلطت الزنجبيلة. فيا شي حكمة للألم وجميعا اللي لقيتو داخل في الشباح. نزول الضر والقدر ونحبط جميع الماكلة اللي ثقيلة. فيا زهو البال والكرايم، الطلبة مخلطة والعلماء الفصاح، والبرادي شوش النظر والكتان ظراف زادو تشعيلة، والبقراج بحال الصرايم، والسينية على كراسة عيد الملاح، والبابور يفور بالجمر والشمع يضوي وكثير في هذا الليلة. القوى ولا تاي الفهم دخلوا مدعي بالقاضي شاو صباح. قالوا له يا حاكم القدر تحكم بناتنا ولا تعمل حيلة. الشراف والكرايم، أهل ستر البهيج والأولياء الصلاح، أهل الزهو ناس القدر، ذوك جميع ما فيهم تبديلة. وانت يا كيفاش يا الخادم اضحيتي الضادي لون الوانه والضاح، مالك جاوبيني بالجهر ياك انتي غير خديمة قليلة. ما فيك لا نشوى ولا نسايم يغيظوا فيك الفناج الهمة وشباح، إيواتي وك فناج للخمر ولا قدو حطين وزون بكيلة. القوى ولا تاي الفهم دخلوا مدعي للقاضي شاو صباح. قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة. جزاك يا الشتم قصر من ذي الكلام لا تسمى مباح، انا لي طبي مشتر نظري المريض من على الطويلة. نشفي من هو علي الساقم يبرى من عليلو ومن ضر ويرتاح، انبري مصدع والسطر والسهرة تكون للنوم طويلة. كيفيك سر السهر يا الفهم ما يبقى مني ساومك في سوقك براح، اتولم للبعير والبقر
ياك انت يا حشيش مسبوك النيلة مر كمال حنظل في الفوام لو ما السكر ما يشربوك حتى الرجاح جميع اللي شربك ينقهر وانا طبين عالجو بالتحليلة فقال القاضي كي يتكلم يتزيكم يا كرام قاعد وكم منجاح لكن لا تايخصايلو كثر يا كنتي يا رخيص سومك وسهيلة لكن لا تينزها مع الكرايم فيه الجلسات زيد تحلى بهمة وشباح خلقوا ربي شام خلق قدر واعطاه الله حسن صورة الجميلة صلى الله على النبي وسلم وعلى آله وصحابه الصحابة الرجاح عمر وعثمان وابو بكر نصار بي مع علي بوتعويلة القهوة ومتاي الفهم دخلوا الداعيين للقاضي شام صباح قالوا يا حاكم القدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة.